الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ينفعنا ثم ما بعد اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعل لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيء ودرسني أفراد الكتاب كني اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه شيخان هناك بالأمر يا حديث كوبي الحدناد باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال لا إله إلا الله وبابي هي تحريم قتل الكافر روحا قال كائن لدلو بعد أن قال لا إله إلا الله لا إله إلا الله مركو يريك بعدي توحيدك إيه إسلامي ماذا مركو ليمن حي لوح نقول يا معصوم الدم والمال والنفس حديث المقداد بن الأسود هو المقداد بن عمرو الكندي أنه قال وحول لرسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي وحكولي أرأيت بلي قورا إن قتلت إن لقيت رجلا إنها دان لكل من الكفار قال ذا كمدا وفقتتلنا أنو دقالنا وفضرب وكلفت إحدى يدي بالسيف لابد إذا قعمود ميت كمدا وصيف كلفته وفقضعها أقوي ثم لاد مني كدبنا أقوي بشجرة جيت فقال وحوري وفقال أوي له مركا أسلمت لله إلهي بانه قان سمي وان إسلام ألا نسودي أقتله مدلا يا رسول الله رسولك إلهي وبعد أن قالها مركو يريك بعدي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وحوري لا تقتله هدلي فقال وحوري يا رسول الله رسولك إلهي وإنه قضع وحوقي إحدى يدي اللبض يدي قعمود ميت كميدا ثم قال وحو لذلك أرنك بعدما غضعها ركو قعنت يقوي كبعد وكلمة داكو قول فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتله هديل ونبي صلى الله عليه وسلم فإن قتلته هدادش فإنه يسقو بمنسلتك بوس كاقيب أهانيا قبل أن تقتله إنت هدنديل كهر وإنك أدقنا بمنسلتي بوسكي سيبا دهانيسا قبل أن يقول إنتان أوران كهر كلمته كلمة ديسي التي تاسو قال أويري محالو غتشي ذا وحاد نقونيسا أدقو بوسكي سيبا دنقونيسا إنتان ديلين كهر أساقنا بوسكا قيبو أوران نقونيا وإنك بمنسلتي قبل أن يقول كلمته التي قال حلوچي ذا معنى هيدو ماها قال باب نقوني صاي يعني مركأو أشهاتي وحو نقضي معصوم الدم والنفس والمال انتانو أشهادن كهرنا وحو أها يعني ما نو أهين معصوم الدم والمال أذيو مركا معصوم الدم والمال والنفس بعد هيدو غف مسلم هذا هيد سنونا غف قالوها لكن هذا مركا دي شيء وحسوروده قف مسلم روحي دل يعني مركا إن لو قصاصه أي سورود أخرجه البخاري في كتاب المقاسي باب حدثني خليفة إمام مسلم حكوس وصاري بقول إيشان يكونتم بكوس وصاري حديث أسامة بن سيد رضي الله عنه قال وحري بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحرقة قبل هذا الحرقة ليجهد النبي النضر صلوات الله وسلام عليه فصبحنا القوم قوم كيوانو كوا بريسا نوانو هجومني فهسمناهم وانو تشبني ولحقت وحان هلالا انا عنيقا اي ورجل نين او من الانصار انصار كمدا رجل نين او منهم يغا كمدا فلما غشيناه مركانو دبولني سيفتي انو ضلقني اي قال وحولي لا اله الا الله الى حق لقوعا ودا متشرو علمه سبحانه وتعالى فكف الأنصاري أنصاري كي باكتشوك سدي فضعنته وحنكو ورمي بالرمح ورن كي حتى قتلته إلى أندل فلما قدمنا مركان أنصو قال لي نبي صلى الله عليه وسلم بلغ النبي صلى الله عليه وسلم نبي أي أرن كي قاري
فقال وحري يا أسامة أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله. حديث كان يوا حديث كو نحدين طبدا أسامة ما وحد شيء مركو لا إله إلا الله يريك بعدي. قلت وحن كان متعودا نبي محمد وحو هامد كو قبنايا كلمة دانو اسكو دوري واسكو إلى لنيي، فما زال يكررها حتى قلنا حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم. فما زال كمسول النبي صلى الله عليه وسلم يكررها كلمة دانو كعل علني إنه سوع العلني أقتلت بعد أن قال لا إله إلا الله، حتى تمنيت إلى أن تمنيت على أني لم أكن إن أنا نهين أسلمت من إسلامي قبل ذلك اليوم. الله ما أنت إسلامي ماذا دم دي بسوع عسبوني سيسي يا وحي كهر ريب ما أنت أنكو حساب بحيك توسنا يا الله بدن حديثي حرمة أوليه قفك مسلم كاديقي سائنا حق در الله قدادين هذه وقف قال وهذا دجال ما يساعد الكهر لإلى لنا يديجي سو سداس وعنا لنا النبي صلى الله عليه وسلم عليه البرقص وصو إسلامي فما بالك حالك ومحن محات كما ليس نسا قف إسلامي ما قدرش وحق در رأدش. أخرجه البخاري وصوصر في كتاب المقاسي باب بحث النبي صلى الله عليه وسلم أسامة بن سيد إلى الحرقات مسلم حكو صاري بقول سجاشن يكو باب قول النبي صلى الله عليه وسلم من حمل علينا السلاح فليس منا روحي حبك نوقاته هبك نجو حمبارا نجمد ما هب النبي صلى الله عليه وسلم حد ومضى مسلمين تعدح ذي ذهبك أوقاته يعني أيق دي جودا بنا يستا نبي محمد صلى الله عليه وسلم حول نجمد معها. حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم من حمل علينا السلاح هبك الروح نوقات من حمل الروح نوح حمبار علينا دوش أيضا ومعنه يدوها الروح حقي هبك أنك نوقات فليس منا نقمد ما هب النبي صلى الله عليه وسلم عليه. إمام مسلم حكورنا الرغم كان بقول يا لحظة يكو. أخرجه البخاري في كتاب الفتن باب قول النبي صلى الله عليه وسلم من حمل علينا السلاح فليس منا. حديث أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي حول من حمل علينا يعني الروح النجو حمبارة دش إذا السلاح هو كنجو حمبارة نوقاتا فليس منا نجمد ما هو النبي صلى الله عليه وسلم. نصوصا حيسلف كورنشرين وعيد كود إن لو دايو ووعيد كي أي حمبار صناعين أن لا خفيفين وهدي يدقن كي يكمد معها إلى أن الأورام بيكفي عنيهين لأنه أبلغ في الزجر سيدا ساوحي الدر لنك النهي يفعل كي يفعل كي لسميني إن يعني مركا لك رحيب طومو. أخرجه البخاري وصوصر في كتاب الفتن باب قول النبي صلى الله عليه وسلم من حمل علينا السلاح باب تحريم ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية حباب يعني تحريم ضرب الخدود لما نظر إلا قرقراعه دمر كاردبا كيسك قراع شرين حارانته يوشق الجيوب لا بها إلا دلدلاعيه جيبكا كان هذا النظر إنه العكت كورد أنه اللومت يدي خميسك إيا عمبورك ميش لقاق شضوه اللقنته خلقه سي مركيب يعني مركي مصيب أي دعوه دلاع يعني إنا عمبورك دلاعيان أو طوبك دلاعيان يكبلا بشر وودعا ويا نبي دعوة لجاهلية يرمضة جاهلية يرمضة دي طلاية يعني بأنا يي هوقنا يي ريدي أي أورنجرين. حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال وحر قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا نقمد ماه من ضرب الخدود دبنضة يعني متك قرقراع أو وشق الجيوب الله بهنا دل دلعي أو ودعا بدعوة الجاهلية يرمضي جاهلية هي برورتي جاهلية نمركا ويردو الليمة. إمام مسلم في صحيحه بقول لحظة يشن أخرجه البخاري في كتاب الجنائس باب ليس منا من ضرب الخدود. حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال وجع أبو موسى جردي أو بكوضي وجعا شديدا شرئي بكوت درم بحن صدي وحن صدي فغشي عليه والا الضبول والمير دوري
ورأسه مدحيسون في حجر امرات من أهله هوين إهل كيسا كمدا دبتي إذا مركا أو كتيف فلم يستدع مانو أود أن يرد عليها شيئا شيئا كعد وانت بابرو رنس فلما أفاق مركو ميرابي أؤمير سديب وقال وحلي أنا بريء ممن برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا بريبا كأهل عيد النبي محمد صلى الله عليه وسلم مباركيه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة نبي محمد برئ وحبرك نقضي من الصالقة مدي قيل نس عد كذا كور قادس برور نس سيدا أي أكل برور بدنيه أي أكل عبده والله كلا كريسنجر يا والحالقة مدي حيرنس مصيبة مركي كل عض يا والشاقة مدي مريها دلدلا عنس جح سي إمام مسلم بقول لحنا يتدبك ورني أخرجه البخاري في كتاب الجنائز باب ما ينهى من الحلق عند المصيبة بحيث لا يسكر ربي حير شاء مرك مصيبة أي دعلم باب بيان غلد تحريم النميمة وحباب هي عدين لعدي أتكين تحاران مديد إلى حاران تاي ولي بحاران مديد أي سي أدكت هاي إسكو ديركا يددك أور كاللوك لقاض حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال وحلي سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول نبي محمد وحان كمغ لا يدخل الجنة جند مقل قتات قتات وحوي وروح ضدك ورك أكل قال وحال إلى هذا قتات يعني هو الذي يسمع الحديث وينقله وربو دقي سنة يا مكاسو متك لأخرى هيب الوحو كويري مؤكته هيب لا يوحي كتري مؤكته نبي صلى الله عليه وسلم على وحلي لا يدخل الجنة قتات iskudire profiyan channada magalow yiri nabigu sallallahu alayhi wasallam imam muslim bqul ihdana isagal bukurinay akhrajahu al-bukhari fi kitab al-adab bab ma yukrahu min an-namima ni'maysi gan la ni'maystay dadka in la isku diro warka lo kala qaado bab bayan qilad tahrim isbal al-isari wal-manni bil-adiyya wa tanfiq as-sil'ati bil-halif وبيان ثلاثة الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم حباب يهي بيان قلد تحريم إسبال الإزار مرض أول الرارعية يعني أول للك التي إذا حاران نمد إذا أتكينت اللي أتكي عدينت يدي بباب يهي والمن إن لغو قلت شيكت بالعدية ديغدي يسيسمد إن لغو قلت شيكت هبل البام حاسيي هبلا يا وحا أطري إيه وتنفيق السلعة بدي عدي إن لغو النفقي بالحلف دار إن لغو النفقي إلهي بان كل دارتي إنتا سيقو جوكت إلهي بان كل دارتي راس مال كيمو يوحك لك ما هين بي عبال أمباب يعني أنو هين وبيان الثلاثة الذين إيه صدح دي عدين تودي لا يكلمهم الله إلهي آن الله طلي يوم القيامة مالك قيامة ولا ينظر آن فيرنا إليهم حقودا ولا يزكيهم أن الظهرين والدنبيض وذكر الظهرين ولهم وحيليهين عذاب عذاب أليم حنون كرل صدح راسم حيهين حديث كافو فصير دون حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال وحير النبي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة صدح لا ينظر الله إليهم ألا في رن ما يوم القيامة مال كقيامة حقه ذا إلا حريسات كوئيق ماي ولا يزكيهم من الظهر يوم دم بيدو دي إلهي سبحانه وتعالى كمن نضيفنا يو ولهم وحيليه عذاب أليم عذاب حنون كل البيلي كقواد وحوي الرجل النيوي كان له يوسقنا تيفضل ما إن بيد إرادة أو بالطريق طريق يشذي وددك فمنعه مركسودي من ابن السبيل يعني روحي مسافر كهاي وددها يي وأديدي يعني إنه بيه يعني او كورابي روحه حرادا او كورابي كلمات وحوي ورجل نن او بايع امامه امام كيسيب ولا مبايعودي او بيع يا بلم ولا غلا لا يبايعه ولا مبايعون ما الا لدنيا ادنيا يعني الحوينه سي يا امام كيسي ايو بلن لا غلا بلنتا ولا غلينا وا ادنيا او كلي فين اعداه منها هدوس يرضي ورال نقن يا وين لم يعده منها يعني الدنيا دي هدا نصين نسخ ذو عروني
كصدحات وحوي ورجل نين أو أقام أقام سلعته يعني بدي عدي سيب وتسوتش وشيء دكان كيسي بعد العصر صلاة عصر كجدا فقال وحلي والله الذي لا إله غيره إلها اللحق لقوا عابدوا إساقا كل ما انساني آنو تشرين بان كل أرطي أعديت بها كذا وكذا سدا يسدا سالي يوسي فصدقه رجل نمبا يعني مركا كرر ما يستي ثم قرأ هذه الآية مركا كرر ما يستي بو كقتا اللي وقف دارني آية وخي نبقوا إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم الوحورين الذين دولك يشترون إبسنا يكو إبسنا بعهد الله الله سبحانه وتعالى بلن كيسا إيا وأيمانهم داريا لهودي ثمنا قليلا أدنيا يركو إبسنا أولئك كواسي لا خلاق لهم وحن نصيب أي كليهن مجرد في الآخرة آخرة دار تدم ولا يكلمهم الله إلهينا الله لمايو مالك قيام هذا النحرسات كلها لمايو ولا ينظر إليهم حق وضم في رنيو يعني ولهم يوم القيامة ولا يسكيه من الظهر ولهم حيليه عذاب عذاب أليم حنون كرون الآية رواه مسلم إمام مسلم باورنية في صحيحه بقول تضبات يكوب كورنية أخرجه البخاري في كتاب المساقات باب اسم من منع ابن السبيل من الماء باب بيان قلة تحريم قتل الإنسان نفسه وأن من قتل نفسه بشيء عذب به في النار وأنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة حباب يهي بيان قلة التحريم حارني مدد إن لا أتكي عدين تديب باب يهي قتل الإنسان إنسانك يروح إنه دل نفسه نفسدي سأدله وأن من قتل نفسه نفتي سروحي دل بشيء شيء كدله عذب به ولو عذاب يا شيخا في النار نار تدحدي هذو صنعبه صنتي بالنار تلو عبسينيا هذو سيف كدلو سيفتي بالنار تدحدي ذو إسكدليا هذو يعني باستورد ماذا حيسك قبته إسكدلو يدي بو إسكدليا يعني قابك ويسدلي وعذاب يا نار تدحدي ذو عذابي وأنه أرنج يشان يقوحي لا يدخل الجنة جنة قلي مايو إلا نفس مسلمة نف مسلمة ذو الله سبحانه وتعالى أهو قان سنتيم ويعيدك لكلمة يسو حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحير نبي من ترد الروح إسكشلوية إسكتورة من جبل بوربو إسكتورة فقتله مركسود لنفسه ونفس ديس دبق بو إسكسو توري ما أنت صورة ذا سنفهمنا فهو إسكو في نار جهنم النار تجهنم لحد ذا يؤهر يتردى حاله يعني مركا إسكتوريو وإسجدين يفيه نار تدحدي هذا خالدا مخلدا فيها أبدا سقو كواريا ولقو وارنا يعني نار تدحدي هذا ولقيت ونصوص الوعيد يعني وو كنداها يا ولو هدو يعني توحيد كل انتي مآلا بها كدن بي ومن تحصى يعني روحي عبس من صنعبه وفقتل نفسه نفسي نفتي سدل فصومه صمتي في يده قعنتي سيهان سادحديدا يتحساه وحقوقك كبنيا وحقوق عن توقيا في نار جهنم خالدا مقلدا فيها أبدا نار جهنم دحديدا خالدا حاله كواريو يعني المكس الضويل بالوغتش ذاي مخلدا مثل قوارينيو معنى لقو ضاهينيو حاله يهي فيها نار دحديدا أبدا ولي ومن قتل نفسه نفسدي سروحي دل بحديدة بركدلة فحديدته حديد كيسي وحوهانيا في يده قعنتيس يجأ بها حاله كمدمدي في بطنه عروشيس في نار جهنم النار تجهنم لحد ذا خالدا حاله كواري مخلدا حال لقوارنا فيها النار تلحد ذا أبدا ولقيد نصوص تمركسين لو جمعيو أهل السنة والجماعة وحيكو جمعيان نصوص تني ونصوص الوعيد حين جمعيان نصوص الوعيد والوعد أي جمعيان أهل صنه أي جمعيان إمام مسلم في صحيح يقولني بقول تضبات نيشان أخرجه البخاري في كتاب الدب باب الشرب الصم والدواء به وبما يخاف منه حديث ثابت بن الضحاك وكان من أصحاب الشجرة ثابت بن الضحاك وحو كمدها رقي بيعة الرضوان نبي قال لقلي أجدك هستيس كل بلام. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النبي حول من حلف
روحي دارتا على ملة دين كو دارتا على ملة غير الإسلام دين أن دين تا إسلام كهين بو كو دارتا دين دا نصارى دو كو دارتا أما معتب كي بو كو دارتا أما وحلم إذا يو كو دارتا كاذبا نساقو بين شيئا فهو كما قال واسيدو يري حغير أو لقمة العيشة أو نلوشن الدنيا دا دين تا دا هاو دافصنين مثلا دا يعني دين تا دا إنا دين أن أحين آت كو دارتو أما آتراه دو دين تا سان رميسان أحي أما آتراه دو إسلام نما دي وان كبحي أما كفتا نغجيد أما رو نغجيد فهو كما قال وليس على ابن آدم ابن آدم كدوش يسماها أن النذر النذر فيما يلا يملك وحانو هنانا النذر كما قالو هدولا بالله وحانكو قاضي إنا نفتا كاتر هدى نفتا ميساقا كاتر نفتا يساقو مالي نذر إلهي وحانكو قالي وحايا وحاينا سمي نذر كو حقو تعلقيا واجباتك أورداننا أي كحريهين الواجب يتعلق بالاستداع أود بكحرين إلهي واتقولي فاتقوا الله ما استدعته ومن قتل نفسه نفسدي سروحي دل بشيء شيء كدل في الدنيا أدنيا عذب به والعذاب يا شيخ يوم القيامة مالك قيامة أي العذاب ومن لعن مؤمن روح مؤمن الروح لعن ذا لعن ذا هكو قد عضو يعني ساسو خلي نعلا أدري أبها كيال وحا كيال هذا فهو كقتله إساقو دلي بي لم يتحي ومن قذف مؤمن الروح مؤمن الروح سنكو قنو كتورا أم حيري ومن قذف مؤمن مؤمن روحي كوغن بكفر قالمه فهو كقتله دلكي سوكري لمت عيل الروحة يعني مركا للربعين لحلال يستودي جيسا مركا روالا قال يسينيا مركا دائرة دي إسلام كاللغا سارو حكم لغرهدو مركا سادي جيسينا بناناني مركا حيليه نبي صلى الله عليه وسلم عليه وحليه هاي ومن قذف مؤمنا بكفر روح مؤمن الروح قال لما كوكنا فهو كقتله دلكي سوكل لمديا إمام مسلم في صحيح كورنية بقول تدباتنا يليح أخرجه البخاري في كتاب الأدب باب ما ينهى من السباب واللعن حباب يوحي الله يسكر يا بي وإن ليس عايو أما ليس أفلقا ديو أما ليس لعن ضع اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وجزاكم الله خيرا والله سبحانه وتعالى أعلم.